السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول فلاو نايت ما ديستما. فدائما مع طرح السؤال، دائما مع طرح الفكرة، دائما مع النقاش، ونحن لا نقول للناس بأن يتبعونا، لكن نقول لهم بأن يتبعوا عقولهم. وليس لدينا الحقيقة المطلقة، لكن نطرح السؤال والفكرة ونناقش، وهذا هو المهم. السؤال هو الذي سيحيي عقول الناس، السؤال هو الذي سيشغل عقول الناس من جديد. والحمد لله بادرة خير، بدأ الناس يخرجون من دين الكهنوت إلى دين الله، بدأ كثير من الناس يخرجون من التحنيط إلى الحياة، إلى نور الله، إلى القرآن، وهذا خير كثير. ومتابعي الدكتور محمد فايد إن شاء الله على هذه القناة، كما قلت لكم، ستكونون بدرة خير، أنتم البدرة الأولى التي إن شاء الله ستنمون هذا الخير وستنشرون الوعي من حولكم. هذه هي الثمار، ثمار هذه البدرة، أنتم بدرة، والثمار هذه البدرة هو ما تنشرونه من وعي من حولكم إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة سأحكي لكم حكاية، أنا كذلك أحكي حكايات، سأحكي لكم حكاية عجيبة، ولم لا، حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. وأدرك شهريار الصباح فسكت عن الكلام المباح، أنتم تعلمون قصص هذه حكايات ألف ليلة وليلة، قصاصة العشر المبشرين بالجنة، إنها حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. السؤال دائما، طبعا نطرح السؤال بقوة، شباب لماذا عشرة؟ هكذا عشرة، فالناس يحفظون الرقم عشرة لكن لا يحفظون الأسامي، إذا قلت له من هم يبقى يشوفك. عشرة، عشرة مبشرين بالجنة. الغريب أن هناك أساتذة جامعيين يستشهدون بالعشرة المبشرين بالجنة. هذه الأكذوبة، هذه القصص، هذه الحكاية من حكاية ألف ليلة وليلة. هناك أساتذة جامعيين الآن يستدلون على ما يقولون، لما يتحدثون عن سعيد بن زيد يقول من العشرة المبشرين بالجنة، لما يتكلمون عن الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، ليثبتوا يعني كلامهم، ليقولوا بأنه كلام صحيح. ليس صحيح يا سيدي. لما يتكلمون عن عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، يعني سبحان، ما بني على باطل فهو باطل. أنت تستدل بكذب، بخرافة، بخزعبلة، خزعبلة العشرة. شباب سؤال، لماذا عشرة؟ لماذا ليس ستين، سبعمائة، ألف؟ لماذا عشرة؟ هكذا عشرة، قليل عشرة، جدا عشرة. وهذه العشرة يعني سأعطيكم الأسامي، عشرة يعني ليس ألف، ليس مليون، عشرة فقط. أين بدر؟ أين الخندق؟ أين أحد؟ أين مؤتة؟ أين بني المصطلق؟ أين بني قيلقاع؟ أين بنو النضير؟ أين يعني تبوك؟ أين عشرة فقط مبشرين بالجنة؟ أين خديجة رضي الله عنها؟ أين سمية رضي الله عنها؟ أين ياسير زوجها رضي الله عنه الذي قتلهم أبو جهل؟ استشهد أول الشهداء، هذه سمية وزوجها. أين عمار هذا ابنهم؟ آل عمار، آل ياسير. أين عمار ابن ياسير؟ غريب. أين بلال الذي كان يؤذن؟ يعني غريب، يعني أين كثير. أين حمزة؟ حمزة الذي استشهد كذلك، أين هو؟ أين خالد بن الوليد؟ يعني غريب. السؤال الشباب، سؤال العقل، العقل والمنطق، العقل والمنطق يعني تقهر أصحاب الكذب والخزعبلات. ولذلك القرآن يخاطب العقل، القرآن يخاطب العقل، القرآن كله منطق، كله منطق. يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يزودنا بعقل ثم يتناقض، ينزل القرآن يتناقض مع العقل، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل. هذا عشرة فقط، ليس مئة، ليس أربعمائة، عشرة فقط. هذا الذي ألف اللائحة عبقري، عبقري، عفريت، عبقري، هذا الذي كتب اللائحة. انظروا، أبو بكر، عمر، عثمان،
علي، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، أبي عبيدة بن جراح، طلحة، الزبير. لائحة يعني هذا جابها يعني كما نقولوا في التسعين، يعني لائحة عجيبة. لذلك قلت لكم حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا زالوا يكذبون عليه ويريدون أن يثبتوا الكذب على رسول الله. والله لن نقبل، والله لن نقبل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة ألفوها. لماذا يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة يا عباد الله؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم البشير النذير يبشر عشرة فقط؟ لماذا عشرة فقط؟ أين عائشة؟ أين خديجة؟ أين فاطمة الزهراء؟ حرام، وليس ما فيه مش امرأة. شوفوا ذاك العقل الذكوري الجاهلي يعني المكبوت، هذا اللي ألف هذه العشرة هذو. شوفوا ذاك العقل كيف يعني عشرة، يعني الأنصار والمهاجرين وكلهم المهاجرين، فينهم الأنصار؟ أين الأنصار؟ غريب. لآووهم وطلقوا زوجاتهم وتزوجوا بهم المهاجرين وعطاوهم يعني مسكن، هذا يعني دورهم سكنوا فيها، ويعني قسموا معهم قوتهم وزادهم يا عباد الله المنطق والعقل يكذبون عليكم يا عباد الله، استيقظوا من التحنيط. الكهنوت قتل الناس، ألف كتب وترك كتاب الله. لا يمكن أن ينصر الله الأمة وقد تركت هذا وتشبتت بالكهنوت، من المستحيل أن ينصرها الله. وأنا لا أنتظر الأمة الآن، لا أنتظر الأمة ينصرها الله. من أقصى الأمة إلى هذه، من الشيشان وباكستان وأفغانستان إلى البلدان الخليج وكل البلدان الإسلامية، لا أنتظر أي الأمة الإسلامية أن ينصرها الله، لا أنتظر أن ينصرها الله، لأن من المستحيل ينصرها الله، لأنها تركت هذا وذهبت إلى الكهنوت، ذهبت إلى خزعبلات الدنيا. يقهرون المرأة، يعني فقههم كله يرتكز عن المرأة، فقههم كلهم يتجه إلى المرأة. لا شيء، ودم الحيض والنفاس فقط. يعني هذه العشر المبشرين بالجنة أقصوص كاذبة. الغريب أن أطفالنا وجميع مسلمي العالم كلهم حافظين العشر المبشرين بالجنة. ليس هناك عشر مبشرين بالجنة، المسلمون الصالحون الذين يتبعون الصراط المستقيم كلهم مبشرين بالجنة. كل الصالحين مسلمين وغير مسلمين، كل الصالحين لا يمكن أن يظلمهم الله سبحانه وتعالى، الله عدل. كل من أصلح في الدنيا ولم يفسد فسيكون حجته معه يوم القيامة فقط. هذا العشر المبشرين بالجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن. الشباب هل كي يقهر رباعة الألباني وابن تيمية؟ ها هو. والله ما يقدروا على هذا، أنا أقسمت لكم لا يفهمون فيه شيئا. لو كانوا يفهمون القرآن ما كانوا ذهبوا إلى تأليف البشر. يقول الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. القرآن الشباب، القرآن. لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر عشرة ويجرح الآخرين ويظلم الآخرين، حتى بنت فاطمة الزهراء، حتى يعني هذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حتى الذين اتبعوه في, في, في يوم العسرة. لا يوم، لماذا؟ لا. أين سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن كما يقولون هاد الكاذبون؟ أين هو؟ ليس مع العشرة. سعد بن معاذ الذي حضرت الملائكة جنازته ولم يجدوا أين يقفوا بالملائكة، ما كاينش مع العشرة. ولذلك قلت هذا اللي كتب اللائحة عفريت، هذا اللي كتب اللائحة خطير، خطير، عبقري. هذا يعني
حتى الحجاج بن يوسف الثقفي ما كان يقدر يكتب هذه اللائحة، ما كان يقدر يكتب هذه اللائحة. وهذه اللائحة تكتبت في عهد بني أمية. العشرة المبشرين بالجنة، الشباب من الأحسن ألا تعرف بعض الأشياء، من الأحسن ألا تعلم بعض الأشياء التي تدمر القلب. الشباب السؤال دائما، السؤال والمنطق دائما، السؤال والمنطق تقهر الكهنوت. طلحة والزبير مبشرين بالجنة، الشباب طلحة والزبير مبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، وجاء عبد الله بن الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عن الجميع، جاءوا إلى الكوفة ليقتلوا علي. إذا كانوا يعلمون بأنهم مبشرين بالجنة، لكان علي عارف بأنه مبشر الله صوب بالجنة، والطلحة يعني عارف بأنه مبشر بالجنة، والزبير عارف بأنه مبشر بالجنة، فلماذا التقى الجمعان بالسيوف؟ لماذا؟ وكان عمار بن ياسير مع جيش علي، عمار بن ياسير ضد طلحة والزبير، قطعوا رأسه علي في الليل، قطعوا رأسه وجابوه المعاوية. هذيك شوف الشباب، من الأحسن ألا تعلم المصائب، من الأحسن ألا تعلم. وهذه راه حاضر فيها الفرزدق، وحاضر فيها حتى الشعراء، حتى الفرزدق كان حاضر معاهم في هذه موقع عهد الجمال. صفين عاد صفين مع معاوية وعلي، صفين هذيك يعني نبكي دما. عائشة أم المؤمنين كيرميو دهودج فوق الناقة، كيرميو بالنبال حتى تقول كذا يسقط. عاد واحد ضرب رجل الجمال باش برك هذاك الجمال باش عاد ضارب عائشة لكي لا يضربونها. عائشة أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم يضربوها بالرماح. عشر المبشرين، إذا كانوا يعلمون بأنهم مبشرين بالجنة فلماذا خرجوا لبعضهم؟ ما هم مبشرين بالجنة، غريب. ثم معاوية كان يدون القرآن، كان يدون الوحي، من المدونين للوحي علي ومعاوية وزيد وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وهذا عمر بن الخطاب، هذو كانوا يدونون الوحي لما ينزل، كانوا يكتبونه، كانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صباح مساء يأخذون من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. فلماذا التقى الجمعان وماتت 7000 مع معاوية و7000 مع علي؟ لماذا؟ لما قلت بأن القرآن نزل على قوم بدو، قام هؤلاء أقاموا القيامة. القرآن نزل على قوم بدو، قوم جاهلية لا زالت فيهم عصبية الجاهلية، عصبة السيف والدم، عصبية عمرو بن كلثوم وعصبية عنتر بن جداد. عمرو بن كلثوم: أبا هند لا تعجل علينا وأنذرنا، نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا الدماء. عنتر بن شداد: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. شعر جاهلي، عصبية الدم، عصبية السيف، يعني عصبية القوة. عمرو بن كلثوم قتل هذا أبا هند الملك، هذا قتله شاعر ويفتخر بأنه قتله. هذا هو العقل اللي نزل عليه القرآن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، للقي محنة كبيرة في الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، عذبوه في عقله. الرسول صلى الله عليه وسلم كادوا يفتنونه، وكانت محاولات قتل، وكانت 14 صحابي كانت تخطط للرسول صلى الله عليه وسلم: لا نريد أن نعلم أطفالنا هذه المسائل، لا نريد. وجاء المنافقون في القرآن غدا إن شاء الله مع حلقة المنافقين، الذين من الصحابة الذين كانوا يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تقول لي لا تعلمهم، نحن نعلمهم. القرآن الله يقول، قال لهم: ومن من من حولكم ممن حولكم من الأعراب. يعني غدا إن شاء الله نتكلم لكم على المنافقين الذين من الصحابة، المنافقين من أهل المدينة وليس من الكفار. ولذلك الشباب كاين أشياء
يجب أن تكون شيئا ما، يعني كن عندك شوية صلابة لكي تصبر. هذا ما أقول لك، لكي تصبر إذا قرأت هذه المصائب، تصبر تصبر، لأن أنا قلت بأن القرآن هذا النور وهذا القوة وهذا العظمة اللي نزلت من آخر رسالة من الله سبحانه وتعالى، ونزلت مرسومة، رسم القرآن نزلت مرسومة من الله بحروفها بطريقة كتابة الكلمة، نزلت يعني مسوية من عند الله سبحانه وتعالى. الناس يقول لك الرسم العثماني، شنو الرسم العثماني؟ ما هذه الكلمة هذا الرسم العثماني؟ رسم الله قال لك رسم العثماني، مصحف الله اللي رسمه، ماشي عثمان بن عفان. الرسم العثماني هذا نزل، هذا النور، هذا يا عباد الله، هذا لو نزل على جبل لكان الجبل تشتت، لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا نزل على قوم بدو قوم الجاهلية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لقي محنة كبيرة 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 كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينام، محنة كبيرة، هو بين ظهرانيهم وباقين هما عاملين لي بيتيز، باقين عاملين المصائب، وهو معاهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاهم ومصائبهم لازالت، يعني ما شاء الله. وصلنا هذا الإسلام، وصل عبر التواتر وعبر الناس، كان لابد أن يصل، ما أنزله الله إلا ليصل، وليس بالحديث وليس بأصحاب الحديث وليس بالألباني ولا ابن تيمية، هم الذين وصلوا لنا هذا، وصل بالتواتر، حفظه الناس وصل، وكان سيصل، والكتب كلها وصلت، لا كتاب موسى ولا كتاب عيسى، كلهم وصلوا. يبقوا يتفضلوا عليكم الذي جاء بالقرآن والذي جاء بالحديث، الحديث راه ثلاثة القرون بعد القرآن، الشباب مابقاوش يضحكوا عليكم، هادو مابقاوش يضحكوا عليكم، يعني راه 260 سنة ما بين هذا وما بين الحديث، تيقول لك اللي جاء بالقرآن واللي جاء بالحديث، ما يكذبوش عليكم، لأن إذا كانوا هم محنطين، إذا كانوا هم لا يطرحون السؤال، إذا كانوا هم ليسوا أذكياء، فيجب أن لا يضحكوا عليكم، يعني لا تسمحوا لأنفسكم بأن يضحك عليكم مثل هؤلاء. أنا قلت لكم بأنهم لا شيء، يعني وبينت لكم بأنهم لا شيء، إحنا ما شيء، لو كان عندهم علم لا أخرجوه لنا، لماذا لا يخرجون لنا علم؟ لماذا؟ وأنا تكلمت وكان يعلم يردوا لي بالعلم. أنني أتوجه دائما بخطابي إلى الشباب، لكن خطابي لكل الناس، وكلنا قلوبنا مع الشباب، مع أبنائنا وأحفادنا، فالشباب هو الذي سيعيش في المستقبل، وهو الذي يهمه الأمر، ويجب أن لا ينزلق. لماذا؟ لأن هذا الكهنوت الآن يحنط الشباب، يحنط أطفال صغار، هناك بنيات عندهم 4 سنوات مغلفينهم، بنية عندها 4 سنوات مغلفة بالأسود، ماذا تعرف هذه البنية؟ ماذا تعرف حتى تغلفها بالأسود، حتى تعقد هذه البنت هذه؟ لماذا؟ لأن البنات ربما إذا رأوها سيضحكن عليها. يا الشباب انتبه، العقل والمنطق، يطرح السؤال وستقهر الكهنوت، ويعني لو كان الناس يطرحون السؤال لماذا 10 فقط، لماذا 10، ثم من هم هذه 10، ولماذا ليس معهم فلان وفلان، لكنتم ستفهمون. كم من غزوة، كم من مسلمين استشهدوا ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتجرأ ويبشر 10؟ لا يمكن، صلى الله عليه وسلم لا يمكن، كذبوا على رسول الله. وهذا الذي ألف هذا اللائحة كما قلت لكم، يعني عبقري، يعني لا يقدر عليه أحد، خطير هذا اللي ألف هذه اللائحة. فجميع الأشياء التي نناقشها الشباب، علينا كل الناس، جميع الأشياء التي نناقشها، المواضيع التي نناقشها، أنا قلت ليس لدينا الحقيقة المطلقة، لكن نناقش، نطرح السؤال ونناقش، وإذا توصلتم أنتم بعقولكم إلى نتيجة أكيد ستتوصلون إلى الحقيقة، أكيد ستتوصلون إلى الحقيقة، فكفى، نقطة كبيرة على السطر. لا تتكلم مع أحد، اتركه ينعق، يعني ليس هناك 10 من بشر الجنة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطة، اتركه يتكلم، ليس هناك عذاب قبر، ليس هناك صراط مستقيم، ليس هناك مسيح دجال، ليس هناك معطي منتظر، لا حتى يعني هذه علامات الساعة كذلك سنتكلم عنها، ليس هناك علامات الساعة، لماذا يكذبون على الناس حتى أصبح الناس ينتظرون الساعة؟ هناك من ينتظر الساعة، لماذا يكذبون على الناس؟ سنتكلم عن هذه المواضيع وسنطرح سؤال
وسنستفيد جميعا وسنخرج من الظلمات إلى النور، وسنخرج من التحنيط إلى نور الله، إلى القرآن، إلى كتاب الله، إلى دين الله الصحيح السهل البسيط الذي فيه التعايش والتساكن وفيه كل شيء، هذا فيه كل خير. لكن مؤلفاتهم كلها عذاب، كلها عذاب، وستعقد الناس هذه الكتب. وإن شاء الله دائما وسنناقش أكثر وأكثر. نحن الآن ننتظر يعني الناس يعني أن ننتظر أن يسري الوعي في المجتمعات، ثم نناقش الموضوع المواضيع التي يعني لا يقدرون عليها. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.